والظلام ويا رب الكعبة والحرام نجنا من كل مصيبة وآفة وبلية وألام بحرمة النبي المحترم صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يا خفي الألطاف آمنا منا نخاف. اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف بحرمة حاميم عين سين قاف. اللهم يا مدبر الأمور يسر لنا خير الأمور. اللهم يا مدبر الأمور سهل لنا عسير الأمور. اللهم يا محول الأحوال حول حالا إلى أحسن الحال. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا. اللهم يا ستار العيوب استر عيوبنا. اللهم يا رحيم العباد ارحم لنا. اللهم يا شافي المرضى اشف مرضانا. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا. اللهم يا قاضي الحاجات اقض ديوننا. اللهم يا رحيم العباد ارحم امواتنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم حبب الينا الايمان وزين في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وقنا عذابك يوم تبعث عبادك وارزقنا الجنه بغير حساب. اللهم انا نسالك ايمانا دائما ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورضاك في الدنيا ولقاك في الآخرة وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نبهنا قبل المنايا عن نومة الغفلة والكسلان وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكرين ومن أكل الديدان. اللهم بيد وجوهنا يوم البعث وأعط رقابنا من النيران. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيد الأنام عليه السلام والسلام وأكرمنا لقاك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم يا ربنا ويا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا للحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أنزلته رحمة للعالمين. واغف عنا يا كريم واغف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع أقرباء تعلقاتنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة ختمات القرآن العظيم وكرمنا بكرامة ختمات القرآن العظيم وشرفنا بشرافة ختمات القرآن العظيم وألبسنا بخلعة القرآن العظيم واهدنا بهداية القرآن العظيم وأختم أنفسنا بتلاوة القرآن العظيم ونبل قلوبنا بأسرار القرآن العظيم ونبل قبورنا بأنوار القرآن العظيم واحشرنا مع أهل القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن العظيم يا رحيم يا كريم.
اللهم يا ربنا بلغ ما قرأناه ونور ما سبحناه ونور ما صلينا تحية منا وتحبة واصلة إلى روح من بيسدك بالسفاء الشفي بالبراء تلزم الكبرى حضرة محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بين أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بين أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والصلحاء والشهداء رحمهم الله تعالى أجمعين بين أرواح سادات النقشبندية والقادرية والرفاعية والسهروردية والشاذلية والمولوية والتيجانية والشيشية والسائر أصحاب الطرق العالية قدس الله تعالى أسرارهم أمدنا الله بمن روحان في السراء والضراء والنسر والعفر يا أرحم الراحمين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبائنا وأصدقائنا وأخلائنا وإلى أرواح من كان حق علينا ومن كان حب إلينا ومن توسانا ومن وساناهم بإذن الخلق وإلى أرواح من كان مثلنا بين المشاكل والمغارب عامة وإلى أرواح من كان مثلنا في هذه البلدة كافة وإلى أرواح من كان مثلنا في هذا القبيل خاصة وإلى أرواح أموات هؤلاء الجماعة خاصة وأخذت الخصوص إلى روح جد الحاج صالح بن قدس العالي وإلى روح أبي الحاج إسماعيل فقير الله بني وإلى روح أمي وجدتي وصل أقربائي تعلقات المدن في هذه المقابر اللهم نبي قبورهم بأنوار القرآن اللهم وسي قبورهم بحرمة القرآن اللهم أنزل على قبورهم بركات القرآن اللهم أفض على قبورهم فيضات القرآن اللهم أفض على قبورهم فيضات شهر شعبان اللهم أفض على قبورهم فيضات هذه الليلة المباركة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم ألحقهم من الأتقاء الذين أعتقوا في هذه الليلة إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين وكنا تلاوة القرآن من قتل صلاة وسلام ومولد شرف حاصل olan وخصوصا شمبارك بران قتل فيضات وفيضات أولا وبالذات رسول أكرم عليه الصلاة والسلام هدي أيضا رب واصلين روحان البيغمبر بذلدا خبردارين شفعتنا بذلنا إلينا ثانيا أولون آل أولاد أحفاد أزواج طائران بتن أهل بيت رسول الله وجزاك الله هدي رب واصلين بذل شفعتنا هسدارين ثالثا بتن أنبياء عندنا رسول كرام أصحاب كرام وأولاد أولاد أحفادنا ruhlar hediye Rabbi vasileyle bütün enbiyanın evliyanın ulemanın sülhanın da ervahlarına hediye Rabbi vasileyle şefaatlerinden bizler hissedar eyle hususen kendileri adına okunan hatmi şerifler ve mevli şerifi onların da ruhlarına hediye Rabbi vasileyle ve akas kuduz bu cami şerifte bulunanların analarının babalarının evlatlarının atalarının ve akribai tanukatlarının ve bizlerin akribai tanukatlarında ruh ruhlarına hediye eyle Rabbim vasile eyle ya Rabbim. Kabirlerini purhur eyle ya Rabbim. Bu gecede olacak mütekailinden nar olan, nar cehinden azap olacak kulların da zümnesine bizlerin de ölüler ilhak eyle. Bizlerin de ölüler ilhak eyle. Bizlerin de ölüler ilhak eyle. Onları ve bizleri yarın yevmin kıyamette Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayi Muhammed'i altında toplamayı nasip ve müyesser eyle. Efendimizle beraber cennete girmeyi nasip ve müyesser eyle. Efendimizin de halkasında şu cami şerifte oturduğumuz gibi oturmayı nasip ve müyesser eyle. Cennetin en güzel nimeti olan cemali ba kemalini görmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Nasip ve müyesser eyle. Sübhane Rabbike Rabbin İzzet Amma Yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة